لنجعل الأفق البعيد وجهتنا عبره، وحيث البعيد جداً سنسافر. معاً سنسير ونستكشف سحر نور نهار اليوم وغموض ظلال ماضي الأمس. نتلمس تاريخ الأزمان لنقرأ تاريخ المستقبل القادم، لنحتفل بما هو عزيز على قلوبنا، ولنقدس ما يجعل إنسانيتنا تتلألأ، لنكتشف أساطير وأعاجيب العالم أينما كانت تختبئ. نرى تفاصيل ألوانها، نشعر بها تنبض، لتصطادنا الرؤى وليصبح كل ما قد نتخيله حقيقة. ها أنا المسافر، وتخطو أقدامي اليوم في عالم جديد. نستمر بالتوجه شمالاً لمسافة 250 كيلومتراً، وبعد 3 ساعات من القيادة نصل طنجة. مدينة طنجة الساحلية هي عروس الشمال المغربي، فلونها الأبيض الطاغي على معظم شوارعها وأحيائها القديمة يأسر الزائرين ويبهجهم. هي نقطة التقاء القارة الإفريقية بنظيرتها الأوروبية. تبعد طنجة 12 كيلومتراً عن شرق رأس سبارطل الذي يشكل المدخل الغربي لمضيق جبل طارق، وعشرة كيلومترات غرب رأس بالطا الذي يقابل رأس بالوما جنوب إسبانيا، وهذا ما يجعل من طنجة نقطة عبور آلاف السياح سنوياً ونقطة تواصل القارتين الأوروبية والإفريقية. تاريخ مدينة طنجة حافل وغني جداً، فهي مركز التقاء للعديد من الحضارات المتوسطية. يمكنكم رؤية إسبانيا من أحد شوارعها الرئيسية، وهو المكان الأول الذي تتوجب زيارته. نتجه الآن إلى السوق الكبير في مدينة طنجة، تعالوا لنكتشف سوياً. يعتبر السوق الكبير قلب المدينة النابض وروحها. يحتوي على الفنادق والمقاهي ومتاجر الملابس التقليدية. ستجده دوماً مفعماً بالحركة والنشاط. وأزقته الساحرة تجذب كل باحث عما هو حقيقي وأصيل. وإلى واحد من أشهر مقاهي القارة الإفريقية برمتها، مقهى ذو شهرة عالمية يطل على مضيق جبل طارق، ويعتبر وجهة أبرز مشاهير العالم منذ عام 1921. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا، كيف حالك؟ شو أخبارك؟ بخير؟ شكرا 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 جزيلا لك. بخير الله يسلمك. شو أخبارك؟ بخير الله يسلمك يا غالي. بدي شاي مغربي؟ نعم. شكرا. نعم.
شكرا شكرا جزيلا. شنو اسميتك؟ بلال. وين؟ حازم. انا صرف. اهلا وسهلا فيك بلال. لماذا ياتي الناس الى هذا المقهى؟ لان المقهى من احسن المقاهي في العالم. شراب عينك البحر الابيض المتوسط مع المحيط الاطلسي، تشوف قاره اخرى يعني كاوروبا الاندلس، وهذا المكان المفضل عند عده مشاهير في العالم. يأتون الناس من كل العالم، من كندا، من نيوزيلندا، يأتون الشعراء، رسامين، دائما يأتون الى المدرسة، يكسبون دروس من كل النوع. ممتاز ممتاز، شكرا جزيلا لك يا بلال. شكرا. احسنت احسنت، شكرا. مرحبا بك. هنا المكان الانسب لاحتساء الشاي المغربي والمشي على خطى السابقين كالروائي المغربي الراحل محمد شكري وفرقة البيتلز الشهيرة وآخرين ممن تركوا بصماتهم هنا. أنا الآن على وشك الدخول إلى مغارة هرقل. هذه المغارة تقع على سواحل مدينة طنجة وتعتبر المغارة الأكبر في إفريقيا، وبها سراديب تمتد لثلاثين كيلومتراً. يشكل الدخول إلى المغارة عالماً من الغموض، وما يعطي المكان مزيداً من الرهبة هو ما نسج حوله من أساطير عديدة تعود للحضارة الإغريقية. موقع يستقطب العديد من السياح منذ اكتشافه قبل أكثر من 100 عام، وتحديداً عام 1906. جوف صخري عميق تتصارع على جدرانه التي تشكلت منذ ملايين السنين مياه البحر الأبيض المتوسط ومياه المحيط الأطلسي. ومن مدينة طنجة نقطع مسافة 115 كيلومتراً نعبر خلالها الجبال والأودية المنخفضة ذات التضاريس الساحرة لنصل إلى مدينة شفشاون. نحن على أعتاب مدينة شفشاون الجبلية الجميلة والتي تحتضنها الجبال كما تشاهدون. هذه المدينة تعتبر واحدة من أجمل مدن الشمال المغربي، تعالوا لنستكشفها سويا. بنيت هذه المدينة على يد الموريسكيين عام 1471 للميلاد،
لإيواء مسلمي الأندلس بعد تهجيرهم، وأرادوا أن تكون شفشاون صورة من موطنهم الأصل، ولعل هذا هو سبب اللون الأزرق الذي يغلب على مبانيها، حيث عرف عن الموريسكيين استخدامهم اللون الأزرق في البناء في الأندلس. تبدو هذه المدينة بجدرانها التي تعكس زرقة السماء وكأنها حلم، بيد أنها واقع نعيشه وننقله إليكم. وإلى ما يعرف بالعيطة الجبلية لنتعرف على موسيقى تؤديها النساء باللباس التقليدي. عندما تذهب لشراء الخبز في المرة القادمة، اسأل الخبازة عن عمر المخبز. هنا في هذه اللافتة تشير إلى أن هذا المخبز بني في عهد الأمير محمد بن راشد، ولا يزال ينتج الخبز الطازج منذ أكثر من 500 عام. مدينة شفشاون مدينة سياحية بامتياز، تحتضن زائريها بدفء عام. وتعكس لهم الطابع التاريخي والحضاري لملامح شكل الأندلس قديماً. أسواقها غنية بالتحف والهدايا، أما التجول في حاراتها فله نكهة لا مثيل لها في أي مكان آخر. سيدي الشيخ، حدثنا عن تاريخ هذه المدينة. بسم الله الرحمن الرحيم. مدينة شفشاون المؤسسة 1471. لماذا أسست؟ للدفاع عن الإسلام في الغرب الإسلامي ضدا ولصد الهجوم الغربي الداخل في سلسلة الحروب الصليبية التي بدأت في 1415 بسقوط مدينة سبتة المغربية. هذه من جهة. من جهة أخرى، هي مدينة روحية بامتياز. لونها الأزرق يرمز إلى السماء، فإذا كانت المدينة في الأرض لكن تطلعاتها إلى السماء في صفائها، في تجلياتها، في وجدانها، مدينة تربط ما بين خضرة الأرض وجمالها وجمال وهندسة التضاريس ووفرة الغابة التي تحتوي على إقليمها. شكرا جزيلا لك سيدي الشيخ. أحسنت. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. أحسنت سيدنا. شكرا لكم. من مدينة شفشاون وعلى بعد 30 كيلومترا سنجد منطقة أقشور الجبلية ذات المناظر الخلابة والشلالات الرائعة. نستريح فيها لقضاء ليلة هادئة دافئة بعد عناء السفر.
نواصل السير جنوبا إلى واحدة من أعرق المدن التاريخية في العالم، إلى مدينة فاس. أقف بمشهدية ساحرة على أعتاب هذه المدينة التاريخية لعلي أكتشف من أين أبدأ بالتعرف عليها. هذه بوابة أبي الجنود، وهي واحدة من أهم بوابات مدينة فاس العتيقة، ومن خلالها سنستكشف هذه المدينة. ما إن تعبر أسفل بوابة هذه المدينة حتى تصطادك روائح المكان العتيقة المميزة، ومع مزيد من التوغل بين أزقتها ستدرك أنك كمن عبر بوابة زمنية وبدأ يخوض زمام رحلة إلى التاريخ العتيق. يبدو هناك زخرفة خشبية هو في الحقيقة ساعة مائية معقدة بناها قبل 600 عام أبو الحسن أحمد بن علي التلمساني. يقول العلماء إن هذه الساعة يمكن أن تعمل الآن بذات الطريقة والدقة التي عملت بها منذ مئات السنين باستخدام الماء فقط. هذه الدوائر المليئة بالألوان المشرقة هي مدبغة الجلود التي يتم فيها صبغ الجلود بألوان طبيعية، وهي على هذا الحال منذ القرون الوسطى. أما تجربة التسوق في فاس فهي أمر مثير للغاية، فحاراتها التاريخية الضيقة تشتهر بالصناعات التقليدية من شتى المجالات والاختصاصات، أبرزها سوق الصفارين أو سوق النحاس. باش تصلح الاكل، وخصنا ملي تنصلوها النهار الاول التوب ديالها النهار الاول هو هذا هاو تنصلوها منها تنصلوها دور ها هو تتصل تتحدق بالمقص. ولكن كيف يصبح لونها لون اللماع؟ اللماع تنبوليها بالموتور هذا تتبولها وتتعرى لماع تبولش تبولش. وللسجاد في المملكة المغربية حكاية منذ مئات السنين، تنسج عليه بالعادة لوحات فنية تعكس القصص الشعبية من تاريخ البلاد. يعتبر سجاد البربر التقليدي اليدوي من أشهر منتجات النسيج، عمل متقن وفريد يتطلب مهارة وصبرا كبيرين، ينسج باليد بالأصواف الطبيعية فيتميز عن نسج المكائن الحديثة. آن الأوان للتعرف على المطبخ المغربي.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك في أهلا. مطعم دار حاتم. أهلا وسهلا فيك. هذا منزل عائلة ومطعم العائلة. أنا وحماتي سنعمل الكويزين. أهلا وسهلا. مرحبا بك. ما الطبق الذي أعددته لنا اليوم؟ اليوم حضرت لكم واحد طبق كنعملوه مرة واحدة في العام في العيد الكبير في عيد الأضحى تنقولوا له حنايا، وكنا نعملوه قديم حيث ما كانش عندنا الفريتز، وهذا كيتسمى طاجين المحمر. طاجين المحمر. طاجين المحمر. طبق مناسبات. طبق مناسبات كنعملوه مرة ولجا عندنا شي ضيف عزيز كنقدموه ليه. شكرا لك، شكرا جزيلا. الله يبارك فيك. سأتذوق. بالصحة والراحة. والآن ننتقل إلى منطقة أخرى، إلى أحد أهم المعالم التاريخية في مدينة فاس، مسجد القرويين. أخيراً تشرفت بدخول مسجد القرويين، هذه المؤسسة التعليمية العريقة التي خرجت العديد من علماء المسلمين ولا تزال، وواحد من أهم المساجد وأقدمها في المغرب العربي. تنافس بين الهيبة والجمال وروعة العمارة ودقة التفاصيل، تكاد زخرفة هذا المسجد تنطق من فرط روعتها.